أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، إخوتي الكرام، متابعة لحديثنا عن تطبيقات جوجل، وكما وعدتكم في الحصة المقبلة أنتقل اليوم للحديث عن تطبيق آخر من هذه التطبيقات، ألا وهو جوجل مابس. هذا جوجل مابس هو في حقيقة تطبيق منافس لتطبيق مدمج في نظام ليوس اللي هو بلو، يمكن يتيسر الحديث عنه في فرصة مقبلة، ولكن الآن ننطلق مباشرة للحديث على جوجل مابس. هاد جوجل مابس اللي من المستلزمات دياله أولا الارتباط بالإنترنت، إما عن طريق الواي فاي، ولكن اللي فعال او لعملي واقعي هو الارتباط عن طريق 3 جي او الكاتر جي، لان ما يمكنش انا نكون مرتبط في شي مكان عارفه انا وغادي نطلب، لان الواي فاي غادي يكون في الامكنه المعروفه، الامكنه اللي كتكون في الحواضر الى اخره، ولكن انا اذا كنت في اي مكان وعندي الانترنت 3 جي ولا الكاتر جي، فهنا اللي غادي نحتاج جوجل مابس على ان تكون الكونيكسيون نوعا ما كونيكسيون مقبوله، يعني كونيكسيون اللي كيطلبها جوجل مابس كونيكسيون ما تكونش ضعيفه بزاف وماشي ضروري قويه بزاف، المهم تكون متوسطه. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني هو تفعيل خاصيه تحديد المكان اللي هي لا لوكاليزاسيون، خاصها تكون اكتيفي وكاينه في الكونفيدونسياليتي، وفي هاد لا لوكاليزاسيون خصني نعطي الاذن لجوجل مابس باش يحدد المكان ديالي. فهانتوما تلاحظوا منين فتحتوا الوضع اللي لقيت عليه جوجل مابس هو الآتي: لقيت خريطة بالنسبة للإخوة المكفوفين، نوصف لهم، أما المبصرين فهم يرون ما وجدت. لقيت واحد عبارة على خريطة وسطها نقطة زرقاء، هذيك النقطة الزرقاء هي أنت، هي صاحب الايفون، المكان ديالو، التموقع ديالو وسط هذه المجموعه من الامكنه. وطبعا ما نتعجبوش الا ما لقيناش تحديد المكان ديالنا، في بعض الحالات نادره جدا، لان يكونوا لي دوني جيوغرافيك ديال ديك البلاصه مازال ما داخلينش في النظام ديال الجي بي اس ديال جوجل، ولكن على العموم اغلب الاماكن كنلقاوهم. اذا هذه هي الملاحظة الأولى. ننطلق مباشرة دابا، وغادي يتجلى، ربما كان شوية ديال الضبابية الآن في تحديد الموقع والخريطة، ولكن مجرد ما غادي نطلب شي مكان معين غادي يتجلى بوضوح المكان الذي أنا فيه والمكان الذي أريد الوصول إليه. نشوفوا إيتينيرير هي المسار، المسار اللي فيه نقطة الانطلاق ونقطة الوصول. افيشي لو بروفيل، هنا نبداو بهذه، نفضل نبداو بهذه افيشي لو بروفيل. غادي يجي البروفيل ديالك جوجل مثلا، هنا معلومات خاصة بك، تعمر لادريس دوميسيل ديالك ولادريس ترافاي، ثم هنا انتم تلاحظوا نوعا ما بواحد النوع ديال الوضوح، يعني المكان ديالي فين انا موجود الان في البروفيل. ادريس كونسلتي، يعني لي زادريس اللي سبق لي انا كونسلتيتهم، طلبتهم وبغيتهم، كاين المكان اللي راني فيه كيعتبره هو بار ديفو، هو عطاه لنا هنا الفوق في الخريطه، ها هما لي زادريس. اريفي السعيديه، بمعنى انا سبقني طلبت منه باش من المكان ديالي يديني السعيدية. بركان، هذه كلها نواحي مجاورة لوجدة، وطلبت منه فاس، عاود فاس مرة ثانية، شحال ما طلبت كتسجل هنا. هذا عبارة على هذا على هيستوريك. هنا واحد الخدمة كيعطيها لنا جوجل مابس مؤخرا ضافوها، ما عرفتش بالضبط فوقاش ضافوها، ولكن خدمة مزيانة. منين نكون في شي بلاصه فيها لا كونيكسيون ونطلب المعطيات ويعطيهاني، نقدر نأورجستريها في الجهاز ديالي، باش الا ما بقاتش الكونيكسيون تبقى عندي
سوف غاردي، تبقى سوف غاردي هاد المسار يبقى سوف غاردي، وبالتالي صوروا معايا انسان غادي في شي مسار كانه يتيليشارجي ذاك المسار، ومن بعد واخا تمشي له الكونيكسيون راه عنده المسار، راه وهذه خدمه مزيانه. هنا مثلا لو كان ندير اوريجستري لو بلون بور اي اكسيدي اور كونيكسيون، يعني باش ترجع له خارج الكونيكسيون، هذا كل ما هو موجود في البروفيل. هنا عاود قبل ما ندير روتور نزيد دائما في هاد في هاد في هاد نعاود نذكركم افيشي لو بروفيل، هو عطاني بعض الامور اللي خصني نعمرها والمسار اخر مسار كنت فيه، ثم نزيد انا افيشي لي بارامتر. لي بارامتر عندي دائما المعلومات الخاصه بيا، البريد الالكتروني والاسم ديالي والصوره وهاد لادريس دوميسيل ديال الترافاي، هيستوريك جوجل مابس، يعني كاع البحث اللي قمت به عبر جوجل مابس يكون هنا في الهيستوريك جوجل مابس. لونيتي دو ديستونس، وحده القياس اللي بغيت تستعملها، واش نشوفوهم الاختيارات، واش تخليها اوتوماتيك ولا كيلومتر ولا مايل. الا درتها اوتوماتيك هو غادي يشوف المكان اللي راك فيه شنو كيستعملوا. اخواننا المشارقه مثلا غالبا يستعملوا المايل، حنا في المغرب العربي ودول بعض الدول الاوروبيه كنستعملوا الكيلومتر. وبغيت ديرها كيلومتر ديرها كيلومتر، اختيارات فرديه هذه. البارامتر دو ريشيرش فوكال حتى هنايا كيجيوك مجموعه من اللغات اللي انت غادي تبقى تطلب بها بواسطتها، تطلب من جوجل مابس المكان اللي بغيت نديروها عربيه مثلا، نقدر نديرها فرنسيه ولا عربيه، ولكن لتازم انا درتها عربيه، اذا من نطلب منه شي مكان، انا راني في واحد المكان معين بغيتو يديني المكان اخر نقولها له بالعربيه، بغيت انا نرتاح للفرنسيه ندير هنا الفرنسيه. ليستوريك دي بوزيسيون، تاريخ الامكنه اللي انت كنت فيهم ماشي قبيله، كاين هيستوريك جوجل مابس، يعني كاع دوك لي زيتينيرير اللي استعملتهم، نقطة الوصول، نقطة الانطلاق، هنا لا هنا هيستوريك دي بوزيسيون. ولكن الغريب استمعوا ماذا سيأتي، هيستوريك دي بوزيسيون فاش نطلبها له يقول لي ايوا ما كاين، ما 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 متوفر لا ليستوريك دو بوزيسيون لا ميزاجور دي بوزيسيون بالنسبه للكونت ديالك. ما بحثتش في هذه المساله باش نشوف الشروط اللي خصها توفر في الكونت ديالي باش نحصل على هذه الخاصيتين، ولكن ليس هذا مهما. انفوي كومونتير، هذه امور في التواصل ديالك مع جوجل بالنسبه للخدمات، ترسل تعليق واش عاجبك واش ما عاجبكش واش متوسط الى اخره. طبعا الا بغيت انفوي دي كومونتير خصك تفعل هذه الخاصيه. هذا ديداكتيسيال بحال دي تيتو اكري بالنسبه لمساعدتك في التعامل مع جوجل مابس. طبعا هذه معلومات على جوجل مابس. نرجعوا مره اخرى ونزيدوا، نرجعوا مره اخرى باش نديروا عمليه فعليه، نشوفوا ايتينيرير، كليكيو على ايتينيرير. هنا ايتينيرير كيعطينا مجموعه من الامور، الاختيارات بعدا الطريقه اللي بغينا نتحركوا بها، واش رحنا اون فواتور وكنطلبوا من جوجل مابس يساعدنا، ولا مود ترونسبور، مود ترونسبور اون كومان، حافلات عموميه ولا حافلات حضاريه ولا قطار. بالنسبه للقطار ربما ولا الحافلات ماشي بغينا نعرفوا المكان باش نشوفوا فين نمشيو، غير قصد المعلومه، والا هذاك السائق اللي راه يسوق بنا راه كفانا هذه المهمه، ولكن مع ذلك باش نعرفوا فين كنتحركوا حنا يعطينا واحد النظره واحد اذا مود ترونسبور اون كومان ومود ابي. الا كنت ابي هذه بالنسبه للمكفوفين فعاله،
لان جوجل مابس راه نقدروا نخدموه حتى داخل المدن. يمكن بعض الاخوه يقولوا لي مشكل الضوضاء كي نديروا، غادي نركبوا لي كوتر في الودن ديالنا ونلصقوها في الايفون، وغادي غادي نديروا مود ابي، وغادي يعطينا المطلوب. كاين هنا ما بوزيسيون وشوازيسي اون ديستيناسيون، يعطينا هذا البوطون انفيرسي لو بوان دو ديبار اي لا ديستيناسيون. الا بغينا نقلبوهم ها انت غادي كليك عليها، غادي تقلب الوضع، غادي تولي غادي تولي البوان دو ديبار الفوق. ماشي مشكل. هذه نشوف ما بوزيسيون كليك عليها وشوف، لان خصني نقدر نحددها. هو راه غادي يحددها عباره على خريطه، وغادي تخرج لي في النتائج ماشي بالضروري تخرج لي سميه البلاصه اللي راني فيها، تخرج لي غير لي روبير ديالها. انا الا بغيت نضبط العمل ديالي مثلا هنا غادي نكتب ما بوزيسيون شنو هي، غادي ندير مثلا ندير اجده هاني دابا. اذا ما بوزيسيون هي وجده، ونختار اون ديستيناسيون، ندير مثلا على سبيل المثال ندير رابع، ندير رابع هير. انتما الاخوان المبصرين الان يرون امامهم على الشاشه الخارطه بالضبط، والمسار والنقطه ديالك انت هي هذه النقطه الحمراء. هنا كتجي مشكل لاكسيسيبيليتي بالنسبه للخريطه ديال لاكسيسيبيليتي ديال فويس اوفر. اذا المكوفي الان لا عفوا المبصرين كيشوفوا المسار. هنا واحد السؤال مطروح، وعلاش كاع هذا الدرس، وعلاش ما نخاطبوش به غير المبصرين، وعلاش المكفوفين؟ دابا بما ان فويس اوفر بقى ها انت دابا في الخريطه لا يتحدث مع ان كل شيء مكتوب. ايوا شنو هو الحل؟ ها هو عطاني، قال لي عطاني بعد المده 4 ساعات و44 دقيقه و 525 كيلومتر في ا 2. في ا 2 2 بالنسبه لي هي لوتوروت، ا هي الناسيونال و 2 هي لوتوروت. كيقول لك انا باري، انا هاد المعطيات اللي عاطيها لك راه على حساب لوتوروت، راك غادي دير 4 ساعات و44 دقيقه وعندك 525 كيلومتر. هنا الا كليكيت نافيغاسيون غادي يبدا، ولكن قبل ما نبدا نبغي نعطيكم هاد المعلومات. وفي نافيغاسيون غادي نلقاو بلي حنا المكفوفين عندنا حلول، وان كان ربما انا المكفوف ما غاديش نخدم جوجل مابس في هذه المسارات الطويله بحال هذه، ولكن نعرف الحل ونحدد انا فوقاش نخدمه. اتينيرير دو نول اني، لان مازال ما درتش انا نافيغاسيون. اذا ها هو المسار، غادي ندير نافيغاسيون ونشوفوا ماذا سوف يقع. ها هو نافيغاسيون. هنا بالنسبه للمبصرين راهم يشوفوا بلا ما نشرح لهم، كيعطيك بدايه الطريق بالخط الازرق والنهايه ديال داك المسار بالخط الازرق، وحنا الفوق حتى هما باش يبقاو يديروا على شكل سويفون. هو كيقول لك انت في الوضعيه اللي راك فيها اش غادي دير؟ غادي تشد لو سود ويست فير رو سينيغال. واخا ايوا، ويقول لي اجيستابل. تفاهمنا في الدروس الاولى بلي من نسمع اجيستابل في الايفون يعني نقدر نستعمل الاصبع واحد نحو الاعلى ونحو الاسفل باش نغير لا فالور. هاني غيرت لا فالور، عليت صبعي نحو الاعلى، لان باش نتقدم دائما نحو الاعلى. واسمعوا دابا المبصرين راه غادي يشوفوا المسار تغير دائما بلا ما نتحدث. وحنا قال لك غادي تواصل حول طريق الرباط. هاني كنحرك الاسبوع بالنسبه للمبصرين، الخريطه تغير، وبالنسبه لنا الكلام يتغير.
اه اذا قال لك غادي تدور على اليمين على طريق كازابلانكا. اه اذا قال لك دور اغوش فير ري دو مراكش. اذا غادي نكتفي نخلي فويس اوفر يقول ونخلي الصوره تقول، ما غاديش نكمل المسار حتى الرباط، ولكن باش تشوفوا الروعه ديالو وعدم التسرع ديال الانسان فمن يكليكي من الاول ويلقى الخريطه ماشي اكسيسيبل فويس اوفر ما يتقلقش، يزيد يصبر الاغوار ديال هاد لابليكاسيون. انا نخرجكم غير من وجده. هاد الحروف والارقام بين قوسين هي الاسماء ديال الشوارع في نظام الجي بي اس، هو ما غادش ف الا داروا لا ميزاجور للشوارع وحطوها في الجي بي اس غادي يغير القراءه ديالو ما يخليهاش ارقام، فلا ميزاجور ديال الجي بي اس بالنسبه للدول الاخرى ديما خصها تكون ديما، كل ما تغير الاسم ديال شي شارع ولا ينضاف ولا خصو يندار في النظام. ها اعتقد هذه هي الخطوه الاخيره باش نخرجوا، قالنا دوروا على اليمين وغادي تمشيو 15 كيلومتر باش تتجهوا للخرجه الغربيه ديال وجده. طيب الى اخره. إذا نحرك الأصبع نحو الأيمن، الكتبة والمعلومات الفوق راها تغير، والخريطة راها حدا. غوتو كيردني للصفحة الرئيسية ويرد الخريطة البوان دو ديبار. إذا هذا فيما يتعلق، وهاد العملية نديرها حتى داخل المدن. واخا اذا انا غادي ندير ايتينيرير طريقة اخرى للبحث. اه دابا قبيله طلبت منه الريشيرش، حددت البوان دو ديبار والبوان داريفي بالكتابه، دابا غادي نطلب منه بالصوت لان هذه خاصيه خصني نجربها. مكناس هو اعطاني مكناس، انتم تلاحظوا في الخريطه وكالقاعدة عاود كالعادة نديرو ما هو او بدا وتخرجني الروت طايرت، يعني خرجني لأقرب شارع ليا وقال لي او يعطيني المسار. نشوفوا بعدا اش عطانا المعلومات على مكناس. ها 699 كيلومتر من هنا المكناس عبر شارع هذا محمد السادس وعبر لوتوروت.
إذن كنظن هذا يكفي في جوجل مابس، ونخلي لكم المزيد من البحث عليه، وهو رائع في الحقيقة ككل تطبيقات جوجل. كاين حداه هنا واحد جوجل ايرت، مع الأسف هو أصلا للسياحة غير للتمنظير إلا بغينا نقولوا، كيعطيك واحد الرؤية على مجموعة من الأمكنة عبر الأقمار الصناعية، ولكن مع الأسف لحد الآن في الآيفون ها هو نشوفه واش غادي يخدم ولا غادي يعطينا شي ميساج. فمن اللي ما من اللي انستاليت هذا جوجل ايرت في الايفون هذه سنوات، هو يعطيني نفس هذا الميساج، وحتى انا ما عرفتش علاش راني مخليه هنا. مخليه هنا غير ربما تتم معالجه هذا الاشكال. هذا اونجو ذاك النهار دخلت له ما عطيتوش حقه، نشوفوه دابا. اونجو هو نظام، هو تطبيق للتواصل ديال جوجل، فباش ما يخليوكش تحتاج تطبيقات اخرى كلهم عاطينك هذا اونجو. فيه كيطلب منك في التنصيب ديالو باش تعطيه رقم الهاتف ديالك، ويتم بواسطة اونجو ارسال ميساجات للناس اللي عندهم جوجل اونجو بحالك، سواء في البيسيات ديالهم ولا في الايفون في التليفونات ديالهم. لحد الان عاد راه في البدايه، لهذا كنسمعوا غير بوطون بوطون بوطون، ما كنلقاوش بالنسبه للمبصرين راهم كيقراو شنو كاين هنا. نشوفوا ريشيرشي، اذا هاد البوطون الاولى الا بغيت تريشيرشي شي واحد عندك سميتو، تشوف ديرو في هاد لازون، ربما يكون عنده جوجل اونجو. هنا فين تزيد لي كونفرساسيون فافوريت، الناس اللي كدير معاهم لي كونفرساسيون بغيت ديرهم في الفافوري باش يجيوك قراب. كاين هنا في لي كونتاكت، يمكن اللي لقى عنده جوجل اونجو هو هذا، هذا فراغ. اذا مازال هذا في البدايات ديالو بالنسبه للفويس اوفر، نخليه ونمشيو نمشيو نقلبو. منها نعطيكم نظره على لي زابليكاسيون اللي عندي، ولكن كنقلب انا كنقلب على حتى هذا ديال جوجل، حتى هذا هذا حتى هو يحدد المكان ديالك. انا اول مره نفتحو كي اقترح عليا هذا، ناجلوه لان عاد غادي نضيع لكم الوقت بالتعمار ديال المعطيات الخاصه ديالي. ونمشيو هاد كيك اوفيس، هو ديال جوجل هاد كيك اوفيس، هذا مرتبط بواحد تطبيق اخر غادي هاد كيك اوفيس، واحد الاداه لقراءه اوفيس صغيور ديال جوجل، لقراءه لي فيشي وورد وما شابهها. طبعا دائما يعطيك سميت الكونت ديالك. بارطاجي افيك موا، هذه الا بغيت تداول دي دوكيمو عبر كيك اوفيس مع نفسك، مثلا من ايفونك للبي سي، من ايفونك للايباد، خور من ايفون للماك الى اخره. سويفي هذه في الارتباط مع الاخرين، هاد كتحدد واحد لا ليست دي سويفي، وديروا بيناتكم بحال واحد الشبكه، بحال ما مجموعة من الأصدقاء في العمل وكتخدموا جميع، ولا هاد كيك أوفيس غادي نشوفو ويتكامل هو مع جوجل درايف في الحقيقة، كيساعد باش تقرا، لأن كاين منافسة شرسة دابا ما بين الشركات، لأن حتى مايكروسوفت راه عندها الأوفيس ديال الأيفون، وعندها الوين درايف كمساحة للتخزين، والأوفيس
باش تقوم بالعمليات اللي مولف تقوم بها في الاوفيس ديال البي سي، عاطينك اوفيس ديال الايفون ماشي كلها ولكن اغلبها. ففي اطار هذه المنافسه جوجل درايف هو المساحه ديال التخزين، وهذا كيك اوفيس هو الاداه ديال التعديل على الدوكيمون. غيسون هي اخر ما نيو دوكيمون. هنا الا باغي تكتب غادي تكتب على نيو وتبدا تكتب وتايديتي ودير لا ميزون فورم الى اخره. هذا بالنسبه للاعدادات، هذه مساعده. اذا نخليه حتى هو الحديث من بعد، غير عطيتكم عليه واحد النظره من جا في الطريق. في الحقيقه انا الان ابحث على واحد جوجل درايف الذي اسميه ها هو هذا وين درايف ديال مايكروسوفت. اعتذر ولكن فيها خير باش ها هو درايف هو جوجل درايف. درايف ديالنا انا علاش كنسميه العلبه السحريه؟ اولا المساحه المتاحه عند كاع جوجل التطبيقات ديالو هي 25 جيجا. ثانيا كيفما كان نوع الدوكيمون اللي عندك اوديو فيديو واكري، طبعا في الفورمات بي دي اف ولا وورد ولا في الفورمات المعروفين سواء في الكري ولا الاوديو ولا الفيديو، اش كيتيح لجوجل درايف؟ انك تحط هذاك دوكيمون في جوجل درايف، تحطه في مساحه افتراضيه في الانترنت وتوصله من اي جهاز بغيت. يمكن هذه الخاصيه كاينه في بزاف، كاينه في ويالا، كاينه في دروب بوكس، كاينه في بزاف، ولكن حتى جوجل درايف نزيدوه معاهم نظرا لكبار مساحه التخزين وان كان عنده بعض النقائص عاود، ونظرا لان جوجل اصبح يفرض نفسه على الساحه الان. انا لا اخفيكم اذا قلت بانني اعتمد عليه بشكل كبير، لان تقدر تحط وتعدل تغير ماشي غير تحط وتهز. فإلا حطيت دوكيمو مثلا الى حطيت دوكيمو تقدر تغيره، حطه في جوجل درايف في الدار وانت مسافر ولا انت في الاداره، تغيره بالايفون ولا تغيره ببي سي اخر. بالنسبه للايفون خص تانستال هاد لابليكاسيون ديال درايف، وبالنسبه للبي سي ايضا غادي دير تيليشارجي جوجل درايف وتيليشارجيه وتانستاليه، راه اتيليتر صغير، ومن تدخل له اول مره خصك تعطيه الحساب ديالك ديال جوجل كشان كامل التطبيقات التي سبق الحديث عنها وغيرها من التطبيقات. اذا ساعه المساحه وامكانيات التعديل، هادو خاصيتين اساسيتين. ثم واحد الخاصيه اخرى، انا جربت دوكيمو ما عندي حتى شي ابليكاسيون باش نقراه، مثلا تحيد الوضع الافتراضي اللي خص ديرو، تحيد مثلا تجيب شي دوكيمو ما عندكش شي ابليكاسيون باش تقراه مثلا بحال بي دي اف، ما يكون عندك لا ادوب ولا غيره، جوجل درايف يقراه في الايفون على الاقل، نتحدث على ما جربت. فاش تبغي تفتح دوكيمو بي دي اف حطه انت في جوجل درايف، توقف عليه وتكليك عليه دو فوا باش يتفتح، كيعطيك الخيارات باش بغيت تقراه. من ضمن الخيارات كيقول لك واش بغيت تقراه بجوجل درايف، فكليكيت انا على جوجل درايف وقرا لي البي دي اف، وقراه لي مزيان وقرا لي البي دي اف بالعربيه. اذا هنا هذه الخاصيات اعتقد تثير شهيه الانسان. نشوفوا اجوتي ان نوفيل اليمون، الا بغيت اجوتيه عندك في الايفون هنا، لان اجوتي ما معنى اجوتي، سواء كنت في البي سي ولا هنا، يعني باغي ديرو بحال اجوتي، كاين اللي يدير امبورتي هنا اجوتي، يعني غادي تهز شي حاجه من الايفون وتحطها هنا مثلا. بالخصوص بعض الاخوه اللي كيصعب عليهم التعامل بالايتونز، يقدوا ياجوتيو بزاف ديال لي زيليمو عندهم في الايفون هنا ويهزوها بالبي سي، ولكن ماشي كل شيء، لان حتى ابل وجوجل متفاهمين بيناتهم، كاين بعض الامور اللي ما تقدرش تفوت لك بهذه الطريقه. على سبيل المثال بحال لي زونروجيسترومون فوكو اللي كنديرهم بالايفون، من تدير اجوتي تمشي تقلب ما يافيشيهمش،
ما يجيبهمش، يجيب لك غير غالبا كيجيب لي فوتو ولي فيديو، ويقدر يجيب لي دوكيمو مازال ما جربتش، ولكن بعد لي فوتو لي فيديو اللي كيجيبهم. لاغري، شوفوا هاد لاغري شنو فيها، تقسيمات باش تسهل عليك حتى عمليه البحث. كاين دوكيمو واوديو، هادو اللي راهم عندي انا هنا، وفيديو وديتاي. هادي ديتاي، لا ثلاثة هما هادو، دوكيمو اوديو وفيديو. هاد ديتاي باش يعطيك التفصيلات على لي دوسي، كل دوسي شحال فيه الى اخره. تريي هنا كديرها باش يقول لك باش بغيت تتريهم. واش بالتيتر ولا بالتاريخ ديال الفتح ديالهم ولا غير ذلك. اذا فيرمي لي زوبسيون دو تري الا بغيت ما ترجعش كاع من الاول، بغيت ترجع من الاول دير الموني برانسيبال. غادي ناجلوا الموني برانسيبال، غادي نجيو له ليست، نشوفوا ليست. ها لا ليست كيقول لها شنو عندك. عندي اوديو وعندي دوكيمو وعندي فيديو. اذا عندي ثلاثه ديال الدواسة الاساسيين. نشوف الموني برانسيبال شنو فيه. ها هو البارامتر هنا كاع ديال الكونت، ومون درايف هو هذا اللي كنا فيه. بارطاجي افيك مو باش تريك كيفاش دير تبارطاجي غير افيك توا ميم. سويفي لا ليست دي سويفي ديال الناس اللي باغي تتبعهم في جوجل درايف ديالهم، خص يكون عندهم حتى هما جوجل درايف. بحال الا بغيت تقول هذه مقابل ديال بارطاجي افيك موا، يعني باش نبارطاجي مع الغير. ريسون اخر ما خدمت به بجوجل درايف، سواء فتحت شي دوسي ولا تواصلت مع شي حد، دخلت الدوسي ديال شي حد. سيغ سيت اباراي عاود امبورتاسيون. هنا نشوفوا في هاد امبورتاسيون شنو كاين. نخرجك عاود من هنا. صافي ونخرج من الموني، ماشي شي حاجة كبيرة. الموني نولي المون درايف، صافي هذا هو المون درايف. هذا كل ما كاين في جوجل درايف، سهل الاستعمال، ما فيهش بزاف ديال البارامتراج، وفعال. هاد دوكيمون حتى هو ديال جوجل. هذا يمكن تقولوا لي كيكوفيس راه كاين، ولكن تخصص ربما كيكوفيس بغيت دير واحد العمليه شويه معقده وما قدرش يديرها لك. قضية تكتب وكانك تكتب وورد ولا تقرا ولا، راه يديرها، ولكن اللي يديرها بعمق اكثر ها هو دوكيمون. نشوفوه دوكيمون. إذا بغيت تكري ان دوكيمون كليكي على بلوس. نشوفو ماني برانسيبال ديالو نفس الشيء. علاش هانتوما انا في دوكيمو كيقول لي جوجل درايف؟ لان مرتبط بجوجل درايف، لان هو جوجل درايف المساحه وطريقه التواصل، وجوجل دوكيمو هو الاداه باش تكتب، الاداه باش تغير. نشوفو غري، ها هي اذا نكتب لو نوفو نو. هي وبدا تكتب مع راسك. ها كتب وفاش تسالي ها انت لا بوليس، يعني لا 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 لا. نوع الكتابة، نوع الخط. اوكي هذه حتى التالي راها بوليس، راها قرا لا لينيوم. واش بغيت تكتب على اليسار ولا على اليمين؟ اذا ما نطولش في هذا، عجيب ما نطولش في هذا المسار، في هذا الاتجاه.
هذا اللي قلت لكم يعطيك نظرة عن الأمكنة اللي أنت فيها، الأماكن. يعطيني بلون حتى هو، ها هو بلون، ها هو يحدد لي المكان ديالي، يقول لي واش كاين حدايا شي دي بوان اللي ينصحني باش نمشي لهم. ما لقاش هنا، انا لقى الوضع عادي، مدينة عادية، لأن هذا عادة هذا مديور يعطيك، إذا كنت في جولة بالخصوص يعطيك الأماكن الأثرية، ولا يعطيك. أنا البلاصة اللي راني فيها ما راني راني عادي في المنزل ديالي. هنا غادي يقول لك شنو، سيليكسيوني فو بوان دانتيري. اش بغيت هاد لابليكاسيون، باش بغيتها ترشدك؟ واش لارشيتكتور، اماكن تاريخيه، نجرب انا نعطيه، نطلب منه ريستورون نشوف. اعطاني مسائل ديال اوروبا ماشي ديالنا. هذه دائما فاش يعطيها لك عارف باللي البلاصه فين انت ما كاينش، عوض اللي يقول لك ما كاينش حتى شي مكان، كيعطيك هاد الاماكن عارف باللي انت في هاد البلاصه مازال ما دخلولوش معطيات خاصه بالمكان ديالك. إذن ها هو ديال الترادكسيون ديال جوجل، لان هذيك اي ترانسلات ماشي ديال جوجل، ابليكاسيون اخرى ديال الترجمه، ولكن ها هي ديال جوجل ترادكسيون. ترادكسيون بكل بساطه فيها اذا انا داير عرب، اللغة التي أريد الترجمة منها هي العربية إلى الفرنسية. نشوف نولي الأكاي ده. ندير مثلا أريد أريدو وندير اذهب جوفو، أريدو جوفو، هو عطاني مترجمة. بغيتش نطول عليكم بعبارة طويلة، بارامتر ديالو نشوفو شنو فيه. التعليق ديالك الاد المساعدة، ابروبو معلومات عليه، سيزي فوكال نشوف واش شنو فيها. إذن إذن هنا افاصيل هيستوريك، الا بغيت تمحي كاع داكشي اللي طلبت
نولي لك. اوكي أريد أريد هذا البحث صوتي، ما بغيتش نكثر الهضره ديالي بزاف، نخلي الايفون هو يتحدث. فهذا البحث الصوتي أريد. إذن هذيك لا سيزي فوكال اللي درنا هي لا سيزي بعد ما لا سيزي هي الكتبه، لا سيزي بعد ما تطلب، بعد ما تطلب الترجمه الصوتيه باش بغيت لا سيزي تجي بالعربيه. لان مازال بحال هذا اللي بغينا نقولوا، مازال ما راش راه بالنسبه لهذه الترجمه الصوتيه راها في البدايات، مازال ما فيهاش العربيه، ولكن غادي نطلب نشوف. Je veux. La position. Là, t'as très chouïa. La position. لا عفوا عفوا، خصني نغير، خصني نغير القضية. إذا دابا عاد ندير لا بوزيسيون. الموقف، لأن الخطأ اللي كان واقع هو أنني كنت داير أنني باغي نعطيه العربية وباغي الترجمة بالفرنسية، وكنت كان أعطيه الفرنسية. لا خصني نجي دائما ما نجهلش هذه المسألة، خصني اللغة اللي باغيها نديرها على اليسار اللي غادي نهضر بيها، على اليسار، والأخرى على اليمين. غادي نعطيه مثلا أريد. ما تسمعش مزيان. جهاز الايفون فعال للمكفوف. عفوا عفوا، لا اعلم ماذا دهني، هذا خطأ ثاني في الحقيقة، خصني نهضر بالفرنسية. Je veux acheter un Je veux acheter un iPhone. أريد شراء آيفون. Je veux aller en France. أريد أن أذهب إلى فرنسا. أريد التواصل مع المكفوفين. Là. Je veux me communiquer avec les aveugles. Je veux créer un compte Google. Je veux créer un compte Facebook et un compte Twitter. أريد إنشاء حساب الفيسبوك وحساب تويتر. إذا ها أنتم ترون إخوتي الكرام، دون أن أطيل عليكم، هذه هي أهم تطبيقات جوجل، حاولت التعرض إليها بكل عفوية
إلى بعضها بكل عفوية دون ما مونتاج ولا أي حاجة، وكأنكم أنتم شادين الآيفون ديالكم وتقوموا بالتجارب. هاد جوجل تراديكسيون لا زال في تغيير مستمر، داكشي علاش ظهر لكم أنني مضطرب في التعامل معه، فكنت قد ألفته بواجهة معينة. أؤكد لكم أنه لم تضاف العربية لحد ساعة للتخاطب معه، ونتمنى أن تضاف كما فعل ببلون وجوجل بلس وجوجل ريسيرش، فحتى هما ما كانتش فيهم العربية في البداية، كانت العربية كلغة مترجمة واخا، ولكن كلغة أنت تستعملها لطلب الترجمة في القريب إن شاء الله ستضاف. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر مما أطلت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.